نروح لإسكندرية أعتقد. اسكندرية يا أحمد، ما ظنش ان في مصري ما بيحبش اسكندرية، ما ظنش ان في مصري يعني ما قالش جملة اسكندرية مارية وترابها زعفران. اسكندرية في الحقيقة هي عروس البحر المتوسط، واحدة من اهم المدن اللي ليها طبيعة خاصة جدا وليها عشق كده وحب، حاجة مميزة كده عند كل المصريين. في اسكندرية كل حاجة حلوة، مين فينا ما مشيش على الكورنيش وعايز يروح قلعة قايتباي؟ مين فينا ما راحش المكتبة والمسرح الروماني وحاجات تانية كتير. الإسكندرية لقبت بعروس البحر الأبيض المتوسط بسبب جمالها الفريد وطبيعتها التاريخية والسياحية الجميلة، كما أطلق عليها آخرون يونان مصر من جمال شواطئها وروعة طقسها. تضم الإسكندرية عدة مزارات سياحية وأثرية فريدة، منها قصر المنتزه، ويعد من أهم وأجمل الأماكن السياحية في عروس البحر الأبيض المتوسط، ويتمتع بموقع رائع وفريد على شاطئ الإسكندرية وسط حدائق وغابات خلابة وبتصميم معماري رائع. يضم القصر العديد من الآثار التاريخية التي يعود أصلها إلى أكثر من 100 عام. أما المسرح الروماني فهو أحد أقدم آثار العصر الروماني، وتم بناء المسرح في القرن الرابع الميلادي، ويقع في كوم الدكة. وتعتبر قلعة قايتباي أهم المزارات السياحية في الإسكندرية لأنها أحد أقدم الأماكن السياحية هناك، وتم بناؤها في عام 1477، وتوجد في غرب الإسكندرية ويحيطها البحر من 3 جهات. كما تحظى مكتبة الإسكندرية باهتمام دولي كبير، وتتميز بمساحتها الكبيرة وروعة تصميمها، وتقع المكتبة في منطقة الشبي. ناهيك عن متحف الأحياء المائية الذي يضم العديد من الحيوانات والنباتات البحرية المتنوعة كالصدف والأسماك والسلاحف والنباتات النادرة، ويقع متحف الأحياء المائية في شارع قايتباي. أما متحف الإسكندرية القومي فيضم المئات من القطع الأثرية الجميلة التي تصف العصور التي مرت بها مصر كالعصر الفرعوني والبلطمي والعصور الرومانية والإسلامية وغيرها حتى العصر الحديث.